انت عامه كمصطفى ممكن تكون شخصيه سعيد في الحقيقه، حد كبيرك على حاجه، تسمع كلام والدك قوي، تحب واحده وتتجوز واحده تانية؟ انا ضعيف قدام اهلي جدا، يعني الوالد، الوالده، اخواتي، ولادهم، انا ضعيف قدام اهلي قوي. يعني بحس ان انا طول الوقت يا ربنا يديهم صحه وطول العمر، وكل اهالينا والامهات يعني دول غاليين قوي علينا. بس ممكن تكون سعيد متعلق بواحده وبتحبها بس باباك رافضها فتتجوز حد تاني في الحقيقه. الحمد لله، يعني كمصطفى ابويا مش زي الحاج بتولي، الحمد لله، يعني ابويا مش زي الحاج بتولي خالص. اهلي بيدوروا دايما ايه اللي يساعدني. ولو كان يعني اصل هو يعني انا طول عمري كنت بقول قيمه الترابط الاسري اهم من القيمه العاطفيه. يمكن دلوقتي ما اعرفش، بس اظن قيمه الترابط الاسري اهم. الترابط الاسري اهم.